كابتن حماد انور، انتقال امام عاشور للاهلي خساره للزمالك ولا الزمالك خلاص استفاد ماديا وخد ال 3 مليون دولار اللي خدهم من نادي ميتلاند الدنماركي؟ لا، هو الزمالك باع امام عاشور خلاص. هو النهارده امام عاشور مش لعيب نادي الزمالك، هو لعيب ميتلاند زي ما احنا بنتكلم. لكن النهارده انا شايف ان نادي الزمالك، انت النهارده كان يعني ابني في ايدي وجاي ادور عليه. انت النهارده كنت بتملك عقد لامام عاشور، كان وقعه في اثناء وجود اللجنه بتاعت الكابتن حسين لبيب، امتداد عقد لغايه 2025. تمام. نادي الزمالك ما وثقش العقد، العقد ما توثقش، فانت طبيعي ان انت النهارده عقد امام يعني عاشور. امام كان عقده يخلص مع الزمالك امتى؟ كان المفروض مع امتداد العقد القديم اللي هو متوثق، مش امتداد العقد. لا، اللي يتوثق اللي هو كان باقي فيه 6 شهور، عشان كده اتباع. يعني الزمالك باعه، يعني اللي هو اللي يخلص بنهايه الموسم الحالي، الموسم الحالي اللي هو بتاع 25، اللي هو لغايه 2025 ده ما توثقش. ده ما توثقش، فانت النهارده ما وثقتش العقد وقلت ان لا، انا اللعيب ماضي عندي ب 2 مليون، ازاي انا اديله 8 مليون والكلام ده كله؟ طب انا النهارده بجري عشان اجيب امام عاشور، وهو النهارده فلوسه بقى مليون. النهارده 3 مليون دولار، انت فاهمني ازاي؟ اذا كنت انا ما وثقتش عقده ب 8 مليون جنيه، وانا النهارده كنت هبقى انا المتحكم، لكن انا النهارده النادي الزمالك جري عشان يبيع امام عاشور لما كان باقي له خلاص 6 شهور في العقد بتاعه ويمضي فري. فانت النهارده خلاص امام عاشور مش لعيب الزمالك، هو لعيب ميتلاند. النهارده اللعيب عايز يروح فين، او مين اللي يقدر يدفع فلوسه، او الكلام ده كله، خلاص انت الزمالك حاليا مش هيقدر يدفع فلوسه. زي ما جه في وقت الزمالك كان معاه فلوس يقدر يجيب عبد الله السعيد، وجابه من النادي الاهلي ودفع فلوس، وعبد الله مضى النادي 40 مليون. انت فاهمني ازاي؟ فانت ساعتها كنت بتملك الماليات وما عندك الموارد ان انت تقدر تدفع فلوس. لكن انت حاليا انت بعت امام، كسبت فيه الكلام ده كله، فانت خلاص المفروض الصفحه بتاعت امام عاشور بالنسبه للزمالك خلاص مش موجوده. يعني لان الزمالك لو الجماهير نادي الزمالك زعلانه او هي زعلانه عشان ان انت في لعيب النهارده قوه كان عندك والمنافس بتاعك، وهتروح للمنافس بتاعه تزيده قوه ونقصت من عندك القوه دي. فهو ده النهارده ده اللي مزعل جمهور نادي الزمالك. لكن على اداره الزمالك انها خلاص تشوف مين البدايل اللي هتبقى موجوده. انت النهارده لو حتى كان النهارده ميتلاند لو كان وافق، هل انت النهارده معاك الامكانيات او الماديات ان انت تقدر ان انت لو الزمالك خرج الجيم الاول؟ طيب انت لو كنت حطيت في عقد امام عاشور ان نسبه اعاده البيع بتحط نسبه لصالح نادي الزمالك وليس للشركه، النهارده كان الموضوع صعب على النادي الاهلي. انت فاهمني ازاي؟ لانك انت النهارده كنت هتدي فلوس للزمالك، فهتدي له قوه، هتدي له فلوس ان هو يقدر يشتري بيها لعيبه. لكن انت الموضوع كله والعقد بتاع امام عاشور بالكامل انت سهلته، فانت النهارده ما تجيش تبكي على ان لعيب مشي وانت اصلا السبب في مشيانه. فاهمني ازاي؟ لكن انا طبعا هو اللي زعلان هم الجمهور، لان الجمهور ولا هو اللي بيعمل عقد، ولا الجمهور هو اللي بيحط النسب، ولا الجمهور هو اللي بيعمل الكلام ده كله. الجمهور هو في الاخر عايز لعيب يكسبه. النادي وجماهير الزمالك خلي بالك مختلفه شويه. جماهير الزمالك من النوعيه اللي بترتبط بلعبتها قوي. فلما بيجي لعيب يمشي لما بيجي لعيب بيمشي من عندها بتحس كانه ابنها مثلا ماشي من النادي، فبتبقى الامور بالنسبه لها بتبقى صعبه جدا يعني.